هل حلمت بمركبة سحرية تنتشلك من أزمة مرور خانقة كهذه؟ ما رأيك بدءاً من اليوم بالوصول إلى وجهتك دون تأخير؟ حوالي 300 شركة في العالم تعمل على تحقيق هذا الحلم من خلال إطلاق مركبات طائرة توصلك إلى موعدك بسرعة ويسر. في جنوب سياتل في ولاية واشنطن، حلقت مركبة على شكل قرص في السماء لأول مرة مطلع هذا العام. سميت المركبة، والتي لا تطلق أكسيد الكربون، بزيفا زيرو. قامت بابتكارها شركة ناشئة تدعى زيفا إيرو. So this is the Zeeva Zero prototype. It's an octocopter. It has 8 motors, 4 on the top plane, 4 on the bottom. في هذه المنشأة الهندسية يقف مؤسس الشركة ستيفن تيبتس، الذي يعتقد أن ابتكاره هذا سيحدث ثورة في عالم المواصلات. It takes off vertically like this and then flies forward at 160 miles an hour, basically in Superman mode. بدأت فكرة السيارات الطائرة منذ عام 1917، عندما اخترع الطيار الأمريكي جلين كيرتس مركبة طائرة بمظهر غريب. تلك الطائرة لم ترتفع عن سطح الأرض، وبعد مرور أكثر من قرن لا يزال المشروع قيد التجارب، ليس فقط في أمريكا. يستقطب قطاع المركبات الطائرة الكثير من المستثمرين، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته السوقية حوالي التريليون دولار في 2040. This is triggering a lot of people to enter this market because they see an opportunity similar to something like Uber, where they can get a lot of friction-free passengers on these kind of new flying cars and make good profits off of that. هذا جيرد فيكلين، يعمل كمصمم إنتاج، وهو أول من تحدث عن السيارة الطائرة ضمن ندوات تيد التعليمية. They are up in the air and they carry 1 to 6 people. As far as I'm concerned, these are flying cars. في 2013 ترجم فيكلين فكرته إلى مشروع عربات معلقة بكابلات ينقل الركاب ضمن مدينة أوستن في ولاية تكساس. طور فكرته فيما بعد لتصبح سيارة طائرة تشبه زيفا، لكنها لإسعاف شخص واحد وعلى هيئة طائرة الدرون. يطلق على السيارة الطائرة اسم إيفيتول، وهي الحروف الأولى لعبارة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي بالإنجليزية. مصنوعة من مواد خفيفة الوزن وتعمل بأسلوب يشبه طائرة الدرون، تتسع لعدد قليل من المسافرين يتراوح من شخص لأربعة. تصاميمها تختلف حسب الشركة وتعمل بتقنية البطارية كسيارة تسلا. We are recognizing that that same battery technology is going to allow us to power aircraft that make this kind of a craft very viable as we go into the future. لا يزال التطور الهائل في تقنيات الحاسوب غير كاف لإطلاق مشروع التاكسي الطائر، وذلك لعدة أسباب، أبرزها الترخيص الحكومي فيما يتعلق بسرعة المركبة ومعايير الأمن والسلامة. أوضحت وزارة النقل الأمريكية في بيان أرسلته لنا أن إدارة الطيران الفيدرالية قد توافق على اعتماد بعض التقنيات الجديدة كالمركبات الطائرة ضمن قوانينها الحالية. Our current air traffic control systems were not designed for this type of inner city travel. There needs to be a system developed, and that one that the governments are willing to trust in order to permission these to fly in crowded spaces. الأسعار المرتفعة للمركبات الطائرة تمثل تحدياً آخر لهذه الشركات. We've been approached by a number of wealthy people that want to fly from their lake house to the city and also off of their yachts. When it comes to the top speed of these vehicles, I don't think it will be governed by the capabilities of the aircraft themselves, which could be much faster than cars. I think it'll be governed mostly by safety. كل هذه التحديات ستؤجل انطلاق المركبات الطائرة. I think it'll be at least 10 years before there's any kind of wide adoption of this. شركة زيفا إيرو تقول إن خدمتهم ستكون متاحة للعموم في 2026، بينما تجهز شركات أخرى للانطلاق مع الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
أما الدولة أو القارة التي ستقوم بإطلاق المركبات أولاً فهو أيضاً أمر جدلي. I think we're seeing this take off in places that have a certain appetite for innovation and the use of technology. Dubai is certainly a place that has been heavily fascinated with innovative technologies. It also has pretty good weather for something like this. عندما يصبح التاكسي الطائر جاهزا للعموم، هل ستستخدمه؟